خلاص اليوم انا ما بديت بلون انتقالي، كان في بعض البنات طالبين انه في لون انتقالي او ايش فائدة اللون الانتقالي. اللون الانتقالي قلنا هو يسهل لي الدمج بين الالوان، تمام، او التنقل بين الالوان. يعني لو عارفة اني انا بدمج الوان كثيرة، حلو اني ابدأ بلون انتقالي، تمام. طيب ايش هو اللون الانتقالي؟ قلنا هو لون خفيف، افتح لون يكون في البلت. خلاص بنات انا ايش سويت؟ حطيت كاتكريس اللي هي الرسمة زي كذا بالاي شادو الاسود، تمام. شوفوا باخذ الان هذا اللون اللي هو نحاسي، شايفينه، تمام، وراح ادرجه هنا فوق شوي بس كذا. يا ربي من هذه الإضاءة، تمام، هنا قبل ما أبدأ أشتغل. خلاص ومنها أنظف فيها خط الكاتكريس. لكم لوك كامل على إيدي، وأنا قبل ما أجيب العيون كنت أشتغل على إيدي، أشتغل على نفسي، أشتغلي على هو نفسه، تمام. أختك اليوم تعملي لايف تقريبا يا بنات، تقريبا دايما انتظروني الساعة 10. لو جت 10 وما فتحت لايف اعرفوا اني ما راح اسوي لايف، تمام، بس يعني حسب الظروف. خلاص بنات شفتوا كيف سويت؟ زي كاني مسوي اي لاينر من فوق، تمام، بالشادو الاسود. خلاص بعدين ايش راح اسوي؟ بس شوي بزوده، يعني اعليه او امده. خلاص راح اسوي بهالشكل، اقفله، تمام. سبعة بالضبط درجتها، يعني 35 درجة على المنقرة أو على الفلجار. لو 40 درجة ما راح يضبط لك. خلاص تمام. الآن إيش بسوي؟ ببدأ أدمج من هنا أو أظلل من هنا أسود، شايفين، تمام، يعني مرة عبيه بالكامل. خلاص تمام بنات، شايفين بنات الحين قاعدة أخذ من هذه الألوان كذا أخلطها مع بعض وأحاول إيش أسوي هنا. طبعا هي جليتراتها خشنة شوي، كل عيون يا قلبي، طالما ما فيها أي شادو واضح فهي تناسب كل عيون، عفوا قصدي أي لاينر واضح فهي تناسب العيون كلها. خلاص يا بنات أنا قاعد الآن أدرج فوق الخط الأسود بشوية إضاءة، تمام، اللي هي الإضاءة النحاسية اللي هي هذه وهذه. خلاص أخذت منها شوي وقاعدة بس أدرج كذا لأني ما أبغى يكون حاد، تمام، يعني ما أبغى زي الرسمة. شوف أنا طالما متابعيني ذوق فأكيد شغلي بيكون ذوق. فخلاص قفلنا، بعدها عاد لما قفلت رحت اشتغلت في مشروع.